السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. نزاع الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يدخل مرحلة جديدة بعد فشل الوساطة الأمريكية. الحصار والإغلاق يعطلان أعمال البناء في غزة والخسائر المالية تتراكم. أهلا بكم. نزاع الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل دخل مرحلة جديدة بعدما فشلت الوساطة الأمريكية المتحيزة في تقريب وجهات النظر. إعلان فشل المفاوضات تزامن مع دخول لبنان مرحلة الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد لعهد يتوقع أن يشهد استخراج أول شحنة من ثروة لبنان المتوسطية. دخل لبنان مرحلة الاستحقاق الرئاسي. مجلس النواب فشل في انتخاب الرئيس في دورته الأولى، رئيس يؤمل أن يشهد عهده إنتاج أول شحنة من ثروته الغازية في مياه البحر المتوسط. عوائق عديدة حالت دون استغلال هذه الثروة خلال العهد السابق، منها السياسي ومنها الأمني. جديد طرأ قد يؤخر أعمال التلزيم والتنقيب. خلاف حدودي بين لبنان وإسرائيل كان على مسار الحلحلة. الولايات المتحدة دخلت على خط الأزمة. مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين جال على المسؤولين في بيروت ونقل وجهات النظر إلى تل أبيب. ضغوط مورست على لبنان لتقديم تنازلات. شركات النفط العالمية قد لا تبدي اهتمامها بالتنقيب في لبنان، نقل عن لسان هوكشتاين. موقع جلوبس الاقتصادي في إسرائيل أكد فشل المفاوضات على رسم الحدود البحرية لتبقى 850 كيلومترا مربعا، مساحة متنازعا عليها بين لبنان وإسرائيل. المستوحات تشير إلى احتواء المنطقة على 7 مليارات قدم مكعب من الغاز على الأقل. وبلغة المال تتراوح عائداتها هذه المخزونات بين 25 و35 مليار دولار. لبنان أدرج المنطقة على رقع التلزيم تحت رقم 9. إسرائيل عمدت إلى ضمها رسميا ومن جهة واحدة نهاية العام الماضي. واشنطن اقترحت رسم خط أزرق مؤقت يحاكي الخط الأزرق الذي رسم حدود لبنان الجنوبية بعدما اندحرت قوات الاحتلال الإسرائيلية تحت ضربات المقاومة. خط يرفضه لبنان ويصر على استعادة كامل مياهه الاقتصادية. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير في قوانين وسياسات الطاقة الأستاذ علي برو. أستاذ علي، ماذا يمكن أن يفعل لبنان لحماية ثروته في المنطقة المتنازع عليها؟ أولا أريد أن أسجل بعض التحفظ على العبارات التي وردت في التقرير لجهة اعتبار المنطقة متنازع عليها أولا، أيضا لجهة ما المعلومة المتعلقة بالبلوك رقم 9. حقيقة المزاعم الصهيونية هي متعلقة بجزء من البلوك رقم 9 وجزء كبير من البلوك رقم 8. فيما يحكى عن فشل المفاوضات الأمريكية أو المسعى الأمريكي لحل الموضوع النزاع، حقيقة هو يعني هي عرض كان غير منصف باتجاه لبنان. يعني جميع الحلول المعروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان لحل هذا الموضوع كانت إلى جانب الكيان الصهيوني وتحابيه، وكانت كل الحلول على المصلحة اللبنانية. الآن لبنان قد أطلق عملية التلزيم البلوكات، وهو يعتبر أن البلوك رقم 8 وبلوك رقم 9 هي بلوكات ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة، والتي أتيح للشركات الأجنبية فيها الآن أن تقدم عروضها. عند إقفال دورة التراخيص في لبنان المؤجلة حالياً، يتوقع أن تتقدم عدد من الشركات بعطاءات متعلقة بالبلوكات رقم 8 أو رقم 9، ولبنان له الحق الكامل في تلزيم هذه البلوكات، وله أيضا الحق الكامل في الدفاع عن موارده الطبيعية المتمثلة في البترول الموجود في باطن الأرض. يعني إلى أي مدى يمكن أن يعرقل هذا النزاع أعمال التلزيم والتنقيب لاحقا؟ حقيقة المؤشرات إيجابية جدا فيما يتعلق بالاحتياطات الموجودة في هذه البلوكات. ومن لا ننسى أيضا أنه من الجانب الآخر يوجد استثمارات ضخمة جدا، وهناك اكتشاف جديد في حقل كريش الذي يبعد 4 كيلومتر عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، الحدود البحرية. وأيضا هناك استثمارات في حقل تمار، واستثمارات كبيرة جدا في حقل ليفياتان.
أعتقد أن هناك نوعا من التوازن يجب أن يقوم بين لبنان والكيان الصهيوني. فإذا أتيح للكيان الصهيوني أن يمارس عملية استخراج الموارد البترولية من المياه البحرية، طبعا يحق للبنان الاستفادة واستثمار موارده البترولية. وإذا لم يتح للبنان أو عرقلت إمكانية استفادة لبنان من هذه الموارد، بالتالي يجب أن يتوقع الكيان الصهيوني أنه لن يستطيع أن يستثمر هذه الموارد في فلسطين المحتلة بأمان. شكرا لك الخبير في قوانين وسياسة الطاقة الأستاذ علي برو، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لك مرة جديدة. تركيا قد تزيد استيرادها من الغاز الروسي 3 مليارات متر مكعب إضافية، وذلك نهاية العام المقبل. واتفقت تركيا وروسيا على زيادة طاقة خط الأنابيب بلو ستريم الذي ينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى 19 مليار متر مكعب سنويا، بعدما كان 16 مليار متر في السابق. شركة الغاز الروسية تطالب نفتوغاز الأوكرانية ب 11 مليار و400 مليون دولار، إضافة إلى 2 مليارين و200 مليون دولار تدين بها نفتوغاز للشركة الروسية في العامين الماضيين. الشركة الروسية استندت إلى بند في الاتفاقية يتيح لها الحصول على هذا المبلغ إن لم تستورد أوكرانيا 42 مليار متر مكعب بثلث السعر العالمي، حيث لم يتعدى استيراد الشركة الأوكرانية 13 مليار متر مكعب في الفترة نفسها. برغم ذلك، لا مصلحة لأوروبا بالتخلي عن الغاز الروسي. هذه نصيحة وكالة التصنيف الائتماني فيتش، التي رأت أن احتمال فرض حظر على واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي يسبب مشاكل كبيرة للصناعة الأوروبية. وأضافت الوكالة أن الحظر سيؤدي إلى عجز في إمدادات الغاز وارتفاع كبير في أسعار الوقود، ما ينعكس تلقائيا على أسعار الطاقة الكهربائية والفحم والنفط، علما أن روسيا تزود أوروبا بنحو 27% من حاجتها من الغاز الطبيعي. إلى مصر، حيث 8 مليارات و300 مليون دولار استثمارات أجنبية تسعى مصر إلى جذبها في نشاط التنقيب عن النفط والغاز بزيادة سنوية تصل إلى 4%. ووقع قطاع البترول منذ تولي الحكومة الحالية 29 اتفاقية جديدة بإجمالي استثمارات تفوق 1,850,000,000 دولار في إطار المساعي الحكومية لزيادة إنتاج النفط والغاز. لم يمنع الأمل بدخول مواد البناء إلى غزة المواطن أبو فهمي أبو صلاح من إبقاء ثقلات البناء على منزله، منزل أنهى أبو صلاح بناء نصفه فقط والنصف الآخر ينتظر كسر الحصار. لم يترك حصار غزة شاردة ولا واردة إلا وترك بصمته فيها، فتوزعت صنوف المعاناة على أهالي القطاع بما يفوق طاقاتهم. أسعد أبو صلاح أسير محرر ووالد أسيرين في سجون الاحتلال، أراد أن يشيد بيتا يأويه فانتهى من نصفه فقط، وبقيت ثقالات البناء على النصف الثاني منذ أكثر من 6 أشهر لتكون شاهدة على واقع الحصار المؤلم. السجائل هاي اتفقت مع مقاول على أساس يكسر البيت من برا ونعمله خلطة إيطالية ونوع من الإكسارة هيك. بلشنا نشتغل واشتغلنا الوجهتين الأولانيات والحمد لله تمام. جينا فكينا السقايل اللي صار هاي وركبناهم على الشقتين الثانيه وانه صارت الازمه. اسعد اراد ان يكمل معروفه مع اخيه وابنائه المعتقلين في سجون الاحتلال، رفع البناء على امل العوده الى الحريه، لكن سلطات الاحتلال منعت دخول المواد الاوليه، فباتت السقالات شاهدا على التعنت الاسرائيلي، ويوما بعد يوم تراكمت اعباء اسعد الماليه. يعني الشكتين هذولا 1600 شيكل حوالي ما يقارب 500 دولار ولا 400 دولار. هاي مشكلة علي أنا، أنا بدها عبء جديد، زائد أني أنا مش ملاقي اسمنت، مش ملاقي أي شيء. الأمل بأن يدخل الأسمنت إلى غزة هو ما دفع أسعد للإبقاء على هذه السقالات، ويوما بعد يوم يتمنى ألا يرغم على الانتظار أكثر بعدما تجاوزت تكلفة البناء أكثر مما يطيق. كثيرون يرون في هذا المنزل بناء من حجارة لم تكتمل بعد، لكنه بالنسبة إلى أصحابه حكاية فرحة سلبهم إياها الحصار. حال هذا المنزل كحال مئات غيره ممن توقف بها الزمن في غزة، فتوقفت معه عجلة الحياة. أحمد شردان، غزة، الميادين.
عمليات النقل النهري للبضائع تعود من جديد من موانئ البصرة إلى بغداد عبر نهر دجلة. المدير العام للشركة العامة للنقل البحري رافع يوسف عباس أوضح أن الشركة ستباشر قريبا بتنفيذ خطة لاستئناف النقل النهري الذي يسهل نقل البضائع المستوردة عبر الموانئ الجنوبية إلى العاصمة بغداد بتكاليف منخفضة. 64 ألف فرصة عمل قد يوفرها تطوير الغاز الصخري في بريطانيا ويضخ 55 مليار دولار في الشركات المحلية. هذه خلاصة دراسة لإرنست أند يونغ تقول إن موارد الغاز الصخري لدى بريطانيا قد تلبي الطلب لعدة مئات من السنين، فيما يتوقع الخبراء استمرار أعمال التنقيب 18 عاما. بهذا نختم النشرة. للمزيد زوروا الميادين دوت نت وتواصلوا معنا عبر فيسبوك وتويتر. السلام عليكم.